ومعنا هاتفيا من اسطنبول السيد حسن نيفي الكاتب والباحث والسياسي السوري، مرحبا بك. اذا المعارك متواصله في ارياف حماه وادلب على الرغم من تصنيفها ضمن مناطق خفض التصعيد، هل اخذ نظام الاسد الضوء الاخضر لاقتحام هذه المناطق؟ مساء الخير لكم وللساده المشاهدين. حياك الله. لعل الجميع يعلم عندما وقع اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا في ايلول من العام 2018، والذي يقضي هذا الاتفاق بعدم اقتحام مدينة إدلب من جانب قوات الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، إنما كان الكابح أنا لقوات الأسد وحلفائها هو الموقف الدولي الرافض لأي هجوم على مدينة إدلب، والمتضامن أنا ذاك مع تركيا، لأن الهجوم إذا حدث سوف يسبب أضرارا ليس للشعب السوري فقط وليس لتركيا وإنما حتى للأوروبيين، إذ نعلم أنه في أعقاب اتفاق سوتشي حدثت هناك قمة في تركيا بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا، والجميع آنذاك كان يرفض أي هجوم روسي. أين دور الضامن لهذه الاتفاقات، اتفاقي سوتشي وأستانا؟ بعدما تم ذاك الاتفاق النظام السوري لم يتورع عن خرق هذا الاتفاق، وكانت خطته، يعني خطة النظام والروس، هي التقدم باتجاه إدلب عن طريق القضم، أي الزحف التدريجي وأخذ المناطق الاستراتيجية. في 25 و26 من نيسان الماضي، أي حينما كان لقاء أستانا 12 منعقدا، بدأ الروس وقوات الأسد بهجوم واسع على مدينة إدلب، ويبدو هذه المرة أن هناك نوع من الضوء الأخضر الأمريكي لهذا الهجوم. هذا ما تعكسه تصريحات جيمس جيفري يوم أمس لصحيفة الشرق الأوسط، إذا تحدث وقال بأن الروس أخبرونا أن الهجوم على مدينة إدلب والريف الشمالي لحماة سوف يكون محدودا. هذا كلام واضح بأن الأمريكان أعطوا الضوء الأخضر للروس ولنظام بشار الأسد لمهاجمة إدلب. طبعا هذا الكلام ينطوي على مغالطة أخلاقية كبرى، كيف يكون هذا الهجوم محدودا وما هي محدودية هذا الهجوم؟ يعني حتى الأمم المتحدة سيد حسن تحذر من كارثة لا يمكن تصورها في إدلب، بينما مجلس الأمن اكتفى بالتعبير عن قلقه، كيف تفسر هذا التناقض؟ هذا هو الموقف الدولي، يعني القضايا الكبرى وخاصة مثل القضية السورية هي دائما يعني تعالج ضمن المواقف الدولية أو إرادة الدول الكبرى، ولا تعالج يعني عقم معالجتها ضمن المؤسسات الأممية بات واضحا تماما. الواضح الآن أن هناك نوع من الرضا الأمريكي على هذا العدوان الروسي الأسدي، وهذا ما جعل الروس يسارعون، هم يريدون جميع إدلب. طبعا يعني الروس هو استراتيجيتهم تمكين نظام بشار الأسد من السيطرة على كامل الأراضي السورية، لكن الآن الخطة التي يتطلعون إليها هي السيطرة على الأماكن الاستراتيجية، وأبرزها هو شبكة الطرق الدولية، حلب دمشق، حلب اللاذقية، وهذه تستلزم النقاط أو السيطرة على نقاط محددة، مثلا سراقب، المعرة، اللطامنة، كفر زيتة، هذه من الضروري في الدرجة الأولى أن يسيطروا عليها، ثم ليتمددوا بعد ذلك تجاه مدينة إدلب. من الناحية العسكرية كيف تقيم وضع المعارضة، لا سيما أن إدلب أضحت يعني خزانا بشريا ضخما وآخر معاقل المعارضة؟ يعني التعقيد بالنسبة إلى المعارضة، التعقيد يأتي من مسألة أساسية، وهي أن هناك كيانين عسكريين للمعارضة. الكيان الأول هو هيئة تحرير الشام النصرة سابقا، ثم بقية الفصائل كلها لا تنطوي تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير، أي التابعة لدرع الفرات، وإنما هناك بعض الفصائل الكبرى هي خارج الجبهة كجيش العزة وجيش النصر. هذه الكيانات العسكرية المتباعدة سواء إيديولوجيا أو تكتيكيا وعسكريا، الحقيقة باغتها هذا الهجوم الروسي
الروسي الأسدي المركز والمنسق في الخمس في الأيام الخمسة الأولى رأينا تداعيات هذا الهجوم كانت مريرة، حيث تمكن الروس ونظام الأسد من احتلال الكثير من المدن والبلدات الاستراتيجية ربما بعد خمس أيام من الهجوم. الآن بدأت هذه الفصائل تفكر وهي تحت ضغط النار، وحدثت هناك نوع من التنسيقات بين جيش العزة وجيش النصر وهيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، بدأوا بهجوم معاكس، ربما استرجعوا بعض المناطق، أوقفوا تقدم النظام، ولكن يبدو أن الوضع ما زال حرجا في غاية الحراجة. الروس يبدو طالما أن لديهم نوع من الرضا الدولي من جانب الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أعتقد أنهم مستمرون في حربهم العدوانية. هناك مأساة إنسانية كبيرة جدا، يعني هناك الآلاف خلال الأيام العشرة الأخيرة الماضية، هناك الآلاف من المدنيين الذين بدأوا ينزحون تجاه الحدود التركية السورية، ما لم يكن هناك موقف دولي رادع، وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والموقف الأوروبي، فأعتقد أننا يعني سوف تزداد المأساة عمقا. شكرا جزيلا لك من اسطنبول السيد حسن نيفي الكاتب والباحث السياسي السوري.